في هذا الشهر المبارك، شهر الثورة، شهر التحرر، نشكر ونشكر على الثقة التي وضعوها فينا للترشح ضمن هذه القائمة، قائمة الكفاءات، قائمة النخبة، أنا أسميها قائمة نخبة المستقبل، سواء في البلدي أو في الولائي. ونحيط علما يا إخواني، والله العظيم نهضروا بالدارجة باش نفهموا بعضاتنا، المجلس إلا ما كانش مجلس متوحد ها والله ما تقوم لنا قائمة، سواء جابوا لنا عمر بن الخطاب ياك والي ياك، والله ما تنوض لنا قائمة إلا كان مجلس متشردم وسحب الثقة ومتهاردين في بعضاتهم ياك. هذه 20 عام وحنا هذا واش نشوفوا؟ الأجيال راها أجيال زادت، أجيال ما عقلوش على ميرزين، راها شباب اللي جات في التسعينات ما شافوش ميرزين هذا البلاد، إلا يعني مش مش ميرزين، المجالس مجلس كومبلي ما شفناش مجلس متكامل. معايا طلع المير تولي بعد صاحب الثقة وتولي نفسي نفسي، وحب الأنا، حب الأنا والأنانية هذه هي اللي خلاتنا هكا. أجمع نحو الأنا ونديروا البلد، نديروا حب البلد ونحو الأنا. إذا كان واحد يعني يؤثر البلد على نفسه، والله نطلعوا يعني نفوقوا البلدان اللي راها متطورة اليوم. رانا شفنا حال، احنا جينا زوار من بلدان واحدة أخرى، رانا والله لا يضحكوا علينا.